بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه، ومعاكم قناه المونش. اليوم يوم 20/5/2022، وتعالوا نشوفوا الاسعار ايه في ابو المطامير النهارده. الله اكبر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زي الحال يا رجال؟ معاك المعلم عماد الرشوش. معاك يا معلم عماد؟ معاك. منين يا حاج عماد؟ من جنكليس. اللهم صل. سمعتهم ايه دول؟ لحم. اللهم صل على النبي، على العزه باللحم يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. طبعا خير يا معلمي، لسان طيب. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عامله كام دي؟ عامله كام؟ يصور يا محمد، يصور يا شباب، يصور. الاثنين دول ب 38. صل على النبي. شاهر انور. تعرفوا باسمك يا حاج؟ اي تعرفوا باسمك؟ معاك الحاج انور. انور ابو ضبون. اي ابو ضبون. الحاج انور ابو ضبون احسن راجل يا حاج. عاملين كام دول؟ الاثنين دول بكام ودي بكام؟ الاثنين دول ب 37. 37. طب والهنا دي؟ 19 ونص. تصريح حي؟ قافلين يعني. لحم. بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعه. يعني شغال في اللحم على طول يا معلمي؟ ايوه في اللحم وفي اللبن. شغال في الوالده؟ ايوه. امال جم معاك لحم النهارده ازاي يعني؟ هم جم. الله يبارك لك يا معلم. طب معاك رقم تليفون لو حتى عايز حاجه تواصل معاك؟ حبيبي مش عايز حاجه خالص. الله يزهق من نفسه. الله يقويك يا حاج ويصلح حالك. اللهم صل على النبي. العزا باللحم يا جماعه النهارده. الله اكبر. السلام عليكم يا رجالي. طبعا العزا ده عامله كام الشابه دي والله يا حاج؟ عامله كام؟ 18000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كسر حي يا حاج. اسعار ولا في الاحلام. اي والله المعلم رجل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 18000 يا جماعه. عزب لحمه ايه؟ اللهم صل على النبي. لسه خلاص تطلع معلمك. سوق ابو المطامير النهارده اللحم الطيب يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بلاش بلاش. اي والله عايز عايز. بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعه. سوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا معلمي. عامل ايه يا غالي؟ كل سنه طيب. تعرفوا باسمك؟ مصطفى. مصطفى العركي. المعلم مصطفى العركي. قاعد هنا يا معلم مصطفى؟ العمريه وتجار العمريه اللي منورين في سوق ابو المطامير النهارده. اللحم ده حاج مصطفى؟ ايوه يا حاج. الله يبارك لك. كسره حيه؟ كسره سته. كسره سته. اللهم صل على النبي. العزا باللحمه يا جماعه في سوق ابو المطامير النهارده. بسم الله ما شاء الله. مع المعلم مصطفى العركي. العمريه وتجار العمريه. عامله كام يا حاج مصطفى؟ الله 28000. 28000. الله يبارك لك. معاك حاجه غيرها تاني؟ لا والله كان معانا اثنين وكان واحده. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك. 011 011 499 499 333 536. اي حد يتواصل معاك يا حاج مصطفى تبع قناه المواشي اليوم؟ تبع مزارع ابو الحمر. مزارع ابو الحمر. الله يبارك لك. العمريه وتجار العمريه. الله يبارك لهم. شاكرين يا حاج مصطفى. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرفوا باسمك؟ يا خير. جناي ولا تاجي؟ لا تاجي. طب اسمك ايه طيب؟ معلم احمد خالد. معلم احمد خالد. قاعد فين يا معلم احمد؟ ابو المطامير في نجع الجمعات. نجع الجمعات ابو المطامير. صنعيت ايه يا معلم احمد؟ لا. اللهم صل على النبي. على البقر اللحم يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كسرة حية يا معلم احمد؟ ست. كسرة ست. عاملة كام بمرد الله؟ 30000. 30000. الله أكبر على المال يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. على عجم اللحمة النهاردة في سوق أبو المطامير. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. طب والتانية ده يا معلم أحمد؟ دي ب 25000 إلا 200. 25 إلا 200. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر على المال. اللهم صل على النبي. معاك حاجة تانية يا معلم أحمد؟ تسلم يا حاج. طب ممكن رقمك لو حد عايز حاجة يتواصل معاه؟ ماشي يا صاحبي. شاكرين جدا. حبيبي يابا. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أي تجار عندها عروض بأسعار بما يرضي الله تتواصل معانا على قناة المواشي اليوم. رقمنا قدام منكم على الشاشة. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.